السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. صنعاء تقدم عرضا بشأن حاملة الطائرات إيزنهاور، وإلى التفاصيل. تحدثت سلطة صنعاء الولايات المتحدة الأمريكية بإثبات صحة عدم تعرض حاملة الطائرات إيزنهاور لأضرار جراء استهدافها بالصواريخ المجنحة والباليستية في البحر الأحمر. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي في تدوينة له على إكس: إن كانت الحاملة إيزنهاور لا زالت كذلك ولم تضع، فأفضل طريقة لإثبات عدم الاستهداف بث مباشر لإثبات بقاء الحاملة كما هي. مضيفا: اليمن أيضا قادر عند إبلاغه بوجود بعثة إعلامية أن يوقف الاستهداف في البحر لوقت محدد للتواجد والإخلاء للإعلاميين وبضمانة كل من يشارك في الساحات. يعني هذا تحدي واضح للإدارة الأمريكية بأن تثبت أن الحاملة إيزنهاور لم تتضرر من الضربة الأخيرة التي قامت بها صنعاء يوم الجمعة. وتحدي هيئت صنعاء لأمريكا الجو لأن تثبت عدم صحة ما تقوله صنعاء، حيث تعهدت صنعاء بأن توقف الاستهداف في البحر لوقت محدد كما تقول التغريدة. خلال هذا الوقت يكون تواجد الإعلاميين ومعاينة الحاملة، يعرفوا هل فيها أضرار أم لا. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.